بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية تيك تاك توك أو استراتيجية إكس أو أو استراتيجية الألوان. الآن سنختار مجموعة أبو بكر ومجموعة عمر. سنعطي كل تلميذ لون ثم أسئلة، إذا أجاب على السؤال يضع المغناطيس، وإذا أخطأ خلاص تخصم منه درجة. من ترشحون؟ سلطان، ومن هنا؟ أحمد. تعال يا أحمد الأول، أنت ستبدأ مرة وهو سيبدأ مرة. قل لي ما معنى المنهل؟ المصدر. ابدأ. قل لي ما معنى، عندنا هدف هو التعرف على معنى إجلال المنهل أعواني. ما معنى المنهل؟ المنهل خلاص راحت عليكم درجة. اجلس. طيب تعال يا أحمد أسألك سؤال. تعال يا ريان، ما معنى أعواني؟ ضع مغناطيس. الآن أنت عندك سؤال، ما معنى إجلال؟ إحسان. تفضل. طيب تعال يا أحمد، تعال يا ريان خليك، طالما أجبت صحيح تظل معنا. يا أحمد، أكمل البيت الذي أقوله. وسنة خير خلق الله. منها فضل. طيب بعد ذلك أنت من حقك تأخذ المغناطيس وتضعه في مكان آخر بعد الاختيار اللي جاي، وأنت كذلك عندك مغناطيسين بقية. أنت يا ريان، فكل الناس أحبابي. كمل. ضع مغناطيس. أنت يا أحمد من حقك الآن أن تأخذ واحد وتضعه في المكان بعد السؤال. بعد السؤال. كتاب الله في صدري. تفضل. أنت كان أمامك خيار أفضل من ذلك، لو تركت هذا كما كان وأخذت هذا لربحت، ولكنك كنت تفكر في عرقلة زميلك فقط، لذلك هو الذي سيكسب. أنا أقول أعامل كل من ألقى. خلاص لا، راحت عليك، أنت وضعت هنا صح؟ طيب أيوة. طيب أعامل كل من ألقى بإجلال وإحسان. تفضل. طيب أحمد اللي عليه الدور. فكل الناس يا أحبابي. تفضل. أسرع. الآن جاء دورك يا ريان. أنا طفل ويرعاني بهذا الكون إيماني كتاب الله. كمل. خذ المغناطيس. أنت الآن حصلت هذه المجموعة على نقطة، وهي المجموعة الفائزة. الآن مع المجموعة علي وعثمان، تفضلا. الآن خلاص يا أبطال، هذه المجموعة لا نقطة، مجموعة عمر بن الخطاب نجمة كبيرة. ما رشحت كرم؟ روح يا كرم واختاروا واحد منكم، تفاوضوا مع بعض، اختاروا مع بعض، اختاروا مع بعض. لا أحد يقول أنا. تختار مين يا وأنت تختار. طب تعال يا فراج. تعال يا نواف، روح واختاروا مع بعض. اللي اختاروا اثنين بنختاروا. ها عبد الملك تختاروا من؟ يا عبد الملك تختار. طيب وانت تختار مين يا مازن؟ اختار
ما ينفع تختار نفسك. خلاص يبقى نواف اثنين اختاروه. خلاص الآن أنت المجموعة الصفراء وأنت المجموعة الزرقاء. السؤال الأول للمجموعة الصفراء. أنا طفل ويرعاني بهذا الكون إيماني. تفضل نواف. وسنة خير خلق الله من المنهج الثاني. تفضل فراج. ما معنى إجلال؟ احترام. تفضل الآن جاء دورك يا نواف. ما معنى المنهل؟ المصدر. تفضل على مهلك قلت ما تكسرهمش بقى. طيب سيب لا تتدخل. الآن جاء دورك يا فراج. عامل كل من ألقى بإجلال وإحسان. تفضل ومعصرة. وفازت مجموعة لا خلاص هما خلاص اللي بيخلص الثلاثة الأول يا نواف. خلاص فازت مجموعة علي بن أبي طالب. الآن المنافسة ستكون بين المجموعتين. علي بن أبي طالب له الآن نجمتان نجمة سابقة. واحد يختار واحد من هنا وواحد من هنا. أسرعوا. واحد من مجموعة عمر واختاروا واحد. اختاروا واحد. لا هذا يقول انا اختاروا. اتفقوا مين اللي جاي؟ تعال فراج. تعال سلطان. الان حتى خلي بالك اللي هيقول الإجابة الصحيحة هو اللي هيبدأ. في يدي مغناطيس أسود أم أبيض؟ أبيض. وأنت؟ أزرق. أسود أم أبيض؟ أسود. أنت الذي ستبدأ. الآن أنا أسألك الأول. أسألك السؤال. قل لي. قلنا من وقعش المغناطيس 20 مرة. اللي بيوقع المغناطيس بيطلع تاني. ما معنى أعواني؟ أعواني انتظر. معنى أعواني وهم في الخير. أعواني المصدر. لا انتظر أعواني مساعدون لي. كدت أن تخرج. أنت يا سلطان ما معنى إجلال؟ احترام. تفضل فراج. ما معنى المنهل؟ المصدر. تفضل الآن يا سلطان أكمل ما أقوله. وسنة خير خلق الله. تفضل أنت يا فراج. جاء دورك. كتاب الله في صدر ونور حق عنوان. تفضل. طيب براحته وأنت كذلك براحتك. وعامل كل من ألقى بإجلال. تفضل. كتاب الله في صدري. تفضل. ومع السلامة. هذه المجموعة تخرج. مجموعة الفائزة ارفع يديك. أحسن تحية للنجوم. مجموعة علي بن أبي طالب. الآن ثلاثة نجوم. حيوا الأبطال. بارك الله فيكم يا أزكياء. وفي الختام لا تنسى اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.